أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أنه يجرى تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية في القرى المصرية في إطار تنفيذ مشروع حياة كريمة، والذي يستهدف تطوير الريف المصري ويستفيد منه أكثر من 58 مليون مواطن، بما يعادل نحو 50% من سكان مصر. وخلال مشاركته في جلسة الأمل من أجل الرقمنة مستقبل رقمي للجميع شامل وهادف، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أكد وزير الاتصالات أنه يجرى مواصلة العمل في رقمنة الخدمات الحكومية وتوفيرها عبر قنوات متعددة لضمان إتاحتها لجميع المواطنين.